عبارة عن ملتقى ثقافي نادي يحتفل بأفضل المخرجين العرب من جميع دول العالم، ملتقى شهري، وإن شاء الله سنعرض فيه أفلام يعني حصلت على جوائز عالمية. والله أتمنى طبعاً أن نحن نحتفي بأفضل المواهب العربية خلال أفلام، وأيضاً نعرض أفلام كرياتيف لاب في نادي أو ملتقى أفلام، وحلمي أن يكون عندي أكثر من نادي في الوطن العربي. تحرير 2011 فيلم أنتجناه ابتداء من فبراير السنة اللي فاتت مع بداية الثورة المصرية، هو إنتاج مشترك مصري فرنسي وألماني. كنا بننزل تحرير، كنا بننزل نطالب بنفس المطالب اللي الشعب بيطالب بيه، وكنا بنجمع مادة كتير قوي وماتيريال كتير مصور. جيت اليوم عشان أشوف فيلم تحرير. أنا عجبني الفيلم جدا، وأتمنى كل التوفيق لجمهورية مصر إن شاء الله في المستقبل. أنا أعتقد أنه أفضل احتفال بالثورة المصرية أنه يتم في جو الفيلم دوت وعرض الأحداث اللي حصلت أثناء الثورة المصرية، فده شكل من أشكال الاحتفال بالثورة. حسينا أن احنا عندنا فرصة أن احنا نوري الشعوب سواء العربية أو العالمية المهتمة بالحدث من خلال السينما وجهة نظر مش ممكن يشوفوها في التلفزيونات أو مش ممكن يشوفوها في أي وسائل إعلام أخرى بشكل سينمائي. أنا هون لأنه بدي بس أعرف شو صار خلال هالسنة بمصر، الأحداث اللي صارت كلها. حبيت إني أشوفه لأنه في ناس كثير جاي عليه، في ناس حكت عنه إنه هو كثير حلو. الفيلم هذا حصل على جوائز فحبينا نشوفه يعني. كتير الحمد لله خدنا جوائز هنا في ابو ظبي، خدنا جائزه احسن منتج عربي في مهرجان ابو ظبي على الفيلم، وفي اوسلو واخدنا احسن فيلم تسجيلي، وفي فينيسيا اخدنا جائزه اليونسكو، فالحمد لله الفيلم اخذ جوائز. 2454, it's all about developing Abu Dhabi as a center of excellence for Arabic content creation. Films are a very important part of that. So everything we can do to help support and encourage the development of talent here and help them bring their creative ideas to life and to tell their stories, you know, we're all for supporting, and we'll do everything we can to help develop their careers and their stories here in Abu Dhabi at 2454. 2454 كراعي رسمي للحفل اليوم وايضا راعي لملتقى أفلام، الكل يعني ما قصر. أنا محمد حفزي وأنتوا بتتفرجوا على المختبر الإبداعي. 2012 إن شاء الله تكون يعني سنة ممتازة عليكم، إبداعكم يزيد أكثر وأكثر. شكراً. My name is Wayne and you're watching Creative Lab.